والعالمين تحديدا، وزميلي العزيز محمود جميل المتواجد الآن مراسل التلفزيون المصري من العالمين. حبيبي يا محمود، هات ما عندك. مساء الله الخير الله. يا يوسف، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان. يوسف، النهارده من احلى واجمل الفعاليات في مهرجان العالمين الجديده. احنا ده النهارده اليوم الثالث في المهرجان، وتحديدا احنا دلوقتي في ختام اليوم الثالث وفعاليات اليوم الثالث. دلوقتي احنا في حفله شغاله لديسكو مصر، وفي حضور عدد كبير جدا من الزوار في مدينه العالمين، في حاله من الفرحه من البهجه. ديسكو مصر عندكم هناك باللي بيحصل هنا عامه في مدينه العالمين. بالظبط، موجودين دلوقتي يا يوسف في احد الشواطئ والمناطق اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في مدينه العالمين الجديده، والحفله دي طبعا بتتم دلوقتي، ويمكن في حضور كبير جدا، الاسر موجوده، الشباب موجودين، الرجال كبار السن موجودين، كل الفئات العمريه موجوده هنا بتنبسط وبتقضي وقت ترفيهي في مدينه العالمين. واحنا اتكلمنا معاهم من شويه، هم مبسوطين جدا باللي بيحصل في مدينه العالمين، وبيوجهوا الشكر كمان للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقياده السياسيه في فكره تطوير مدينة العالمين ووجود هذه المدينة اللي بقت من أجمل وأحلى المدن السياحية على مستوى العالم. الأطفال حتى هنا مبسوطين جدا بالفقرات اللي موجودة في الحفلة، ففي حالة من الفرحة والبهجة موجودة. يعني احنا بنتكلم على حالة صيفية وموسم صيفي جميل جدا في مدينة العالمين. الحفلة دي بتأتي بقى بعد الأجواء الحماسية والتشجيعية اللي كانت موجودة في مباريات الجيل الذهبي. طبعا انت عارف ان من ضمن الفعاليات كان موجود تحدي الجيل الذهبي بمشاركة نجوم الكرة المصرية. بنتكلم عن فريق كابتن حسام غالي، فريق كابتن أحمد حسن، وفريق كابتن حازم إمام، وفريق كابتن محمد فضل. النهاردة كان الماتش النهائي بين فريق كابتن حسام غالي وفريق كابتن محمد فضل، وانتهى بفوز فريق كابتن حسام غالي بتسعة أهداف. وطبعا كان في فرص كبيرة جدا بين الفريقين وهجمات مرتدة، بس الجميل بقى في الفعالية دي هي حماس الجمهور اللي رجعنا بقى ل 2006 و 2008 و 2010 وبطولة أمم أفريقيا. طبعا زي ما كنا بنسمع بقى الهتافات، عايز تهد جيب له جده، عصام الحضري أيضا الهتافات، ارقص يا حضري، الكابتن حسام غالي، طبعا حازم إمام، كل الهتافات، وكان المدرجات كانت مليانة على الآخر في تشجيع. والصقر احمد حسن طبعا كان بيلعب امبارح طبعا، بس هو خسر من فرقه كابتن محمد فضل، بس كان في ماتش رائع جدا يا يوسف، وكان في حماس. والنهارده كمان وزعوا تيشيرتات ووزعوا هدايا على الجمهور في المدرجات، فالجمهور كان مبسوط جدا. اللي جاي بقى يشجع حسام غالي، اللي جاي يشجع عماد متعب، بس الحقيقه فرقه حسام غالي كانت فرقه قويه لان كانت بتضم نجوم كبار جدا. فالحقيقه كان في اجواء جميله جدا، ومن البهجه والفرحه والحماس والتشجيع اللي موجود. وكان طبعا قبلها بطولة التيك بول اللي انتهت النهاردة طبعا بالإعلان عن المراكز. المركز الأول كان 30,000 جنيه، والمركز الثاني 20,000 جنيه، والمركز الثالث 10,000 جنيه، وكان بحضور طبعا أبطال العالم، بنتكلم عن ناتاليا وعن مايا، واللي سلموا طبعا الجوائز للمشاركين وللفائزين. فبالتالي كانت هناك يعني أجواء حماسية رائعة جدا في الفعاليات اللي كانت موجودة النهاردة. وكمان الجمهور كان مبسوط ان طبعا كان في سهوله في الدخول جدا، بمجرد الحجز عن موقع تذكرتي الناس جت، وكان في تنظيم رائع ودخلوا بكل سهوله. طبعا اتفرجوا على كل الفعاليات اللي موجوده، كانوا مبسوطين ان هم بيعيشوا ماتش كره قدم شاطئي جميل جدا، وبيشجعوا النجوم اللي هم نفسهم يشجعوهم، وكمان يعني شافوهم والتقطوا الصور معاهم، خدوا هدايا طبعا منهم. ده بالاضافه ان كان في تيشيرتات طبعا بتتوزع على الجماهير اللي موجوده ممضيه من كل النجوم ومن كل اللعيبه اللي موجوده. كابتن محمد فضل كمان الفريق بتاعه كان بيلعب حلو جدا النهارده، لكن طبعا في الاخر انتهت بفوز كابتن حسام غالي. وبعدها طبعا احنا دي كانت الفقرات او الفعاليات الرياضيه، وبنختم دلوقتي بالفعاليات الفنيه. وده المميز بقى في مهرجان العالمين الجديده اللي بينطلق لاول مره في مدينه العالمين، ان احنا عندنا فعاليات متنوعه. يعني فعاليات رياضيه هتلاقي، فعاليات فنيه هتلاقي، فعاليات ثقافيه هتلاقي. احنا كمان الايام الجايه هتلاقي على الممشى السياحي في
مشاركة بعض فرق الفنون الشعبية والتراثية اللي تبع وزارة الثقافة، وكمان هتلاقي مدينة الفنون بتستضيف بعض الفعاليات. مدينة الفنون فيها عدد قاعات كبيرة جدا ومسارح مزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة كمان إن إحنا هيكون عندنا في مدينة العالمين نافورة لأول مرة. النافورة دي هتكون موجودة أصلا في مصر وفي مدينة العالمين تحديدا طبقا لما صرح به عضو إدارة المهرجان. وكمان هيكون عندنا بقى الحفلات هتبدأ بقى من الأسبوع الجاي، وهنلاقي فيه إقبال كبير جدا موجود. حفلة تامر حسني، بنتكلم عن نانسي عجرم، راغب علامة، عمر خيرت، كل هؤلاء النجوم من مصر ومن الوطن العربي هيكونوا موجودين علشان يحيوا هذه الحفلات ويقدموا بقى للناس في العالمين هنا يعني مهرجان ترفيهي. عايز اقول لك كمان ان الناس مبسوطه بفكره ان يكون بقى في مهرجان ترفيهي وفني موجود في مدينه العالمين الجديده، لان مدينه العالمين هي بتتميز طبعا انها موجوده على شاطئ البحر المتوسط، وتحديدا المنطقه اللي احنا فيها يا يوسف واللي كانت بتشهد اللي بتشهد الحفله دلوقتي والشاطئ اللي كان بيشهد كره سكوير. القدم الشاطئيه بيتميز ان هو موجود بالظبط كده، بيتميز كمان ان هو موجود وسط ابراج العالمين وشاطئ البحر المتوسط مباشره. ده غير طبعا بقى حاله الطقس الجميله اللي موجوده وفي مدينه العالمين، ودرجه الحراره هنا يعني مناسبه جدا، فالاجواء كلها مناسبه. وانا شايف من حول الناس كلها مبسوطه، اللي بيتصور بقى، اللي طبعا بيتفاعل بقى مع الفقرات الفنيه اللي موجوده لحفله ديسكو مصر، بالاضافه ان كمان الناس اكدت ان هي هتحضر كل الحفلات وكل الفعاليات اللي جاية من مهرجان العالمين الجديدة، خاصة ان هو اول مرة بيتم اطلاقه في مدينة العالمين، والناس اصلا هنا هتكمل الصيف كمان في مدينة العالمين. ده بالعكس، هم بيطالبوا كمان الدولة بان هم يستمروا في تطوير العالمين اكتر واكتر، وان مدينة العالمين الجديدة تستضيف بقى البطولات، تستضيف بقى كمان بطولة التيك بول، تستضيف بطولات، تستضيف احداث عربية. يعني في بعض الناس قالوا لي كمان ان احنا خلاص دلوقتي بنشوف مدينة العالمين بتقدم اللي بعض الدول كمان بتقدمه من حفلات بقى ومن طبعا سهرات فنية جميلة، فبقت دلوقتي مدينة العالمين قادرة انها تقدم للزائر المصري والزائر العربي والزائر العالمي ان هم يقدموا فقرات فنية وترفيهية جميلة جدا. والحقيقة كل الناس هنا في إدارة المهرجان قائمة على التنظيم بأعلى مستوى، وكمان حريصين جدا على ان كل الناس تكون موجودة ويحضروا كل الفعاليات، وكمان يقدموا للناس سهولة سواء الحجز على موقع التذاكر او حتى بمجرد ما بيوصلوا هنا يوسف كل التفاصيل الصغيرة. إدارة المهرجان واخدة بالها منها كويس قوي، يعني بيكون في توزيع مشروبات على الجماهير اللي موجودة، بيكون في توزيع بعض الحلويات على أيضا الجماهير اللي موجودة، زجاجات المياه، كل تفصيلة صغيرة وكبيرة موجودة هنا في مهرجان العالمين. يعني أنا بكلمك أنا قدام الأبراج العالمين، حاجة جميلة جدا، حاجة مبهجة، محمود حاجة انت كمان انت تخلينا ان احنا نفتخر بمدينة العالمين. اللي أنا شايفه من عندي، انت واقف اهو وراك، والله يا ابني انا بكلمك بامانه، يعني حاجه ولا برشلونه، حفلات اسبانيا على ساحل البحر ومزيكا وبتاع. اصلا من الناس اللي تحب ديسكو مصر جدا من ساعه ما ظهروا يعني، وبعدين حتى زمايلي بيقولوا يا يوسف انت طالع في الكادر وبتاع، انا الموسيقى قاعده ايه، مش قاعد انا بقى ايه وقاعد عمال بتذكر شبابي. طبعا في شبابي ما كانش لسه ديسكو مصر اتعمل، بس انا سمعت ديسكو مصر كتير وحضرت لهم حاجات كتير. يعني هم كمان الخليط بيعملوا ميوزك ساتس ما بين المزيكا الاوروبي على مزيكا مصري نوستالجيا بتاعت التسعينات، وبيعمل الكومباينيشن ده، حاجه عظيمه يعني. فانا شايف قدامي حاله بتاعت حفلات البحر المتوسط في ادخن واغلى شواطئ المتوسط، وانا عندي الاحلى. كان فين الكلام ده من زمان يا محمود؟ انا شايف مظهر مذهل، حاجه اوروبي قوي يعني، صنع بالمصريين بايدين المصريين، الناس اللي تلعب مزيكا ديسكو مصر، اسمه كده ديسكو مصر، شبان مصريين بيعملوا الموسيقى بتاعتهم، حاجه عظمه بصراحه، وبتوزعوا كمان عصير وميه يعني. شكرا
طبعا يعني بالتاكيد يا يوسف في اللحظه دي شكرا لصاحب الفكره وشكرا لصاحب الحلم اللي بقى حقيقه. فبالتاكيد شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو حول هذه المدينه وهذه يعني صحراء جرداء اتحولت لمدينه عالميه دلوقتي وبقت من افضل واحسن المدن على مستوى العالم. فشكرا طبعا للقياده السياسيه وللاراده والاداره اللي قدرت ان هي تحول المدينه وتضعها على خريطه المدن السياحيه. وعايز اقول لك كمان بمناسبه كلامك عن ان انت شايف برشلونه وكده، الناس هنا بتتصور صور علشان تبتدي بقى تنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي وتفتكر ان هي ان يا جماعه الصوره دي مش في مثلا باريس، الصوره دي مش في برشلونه، الصوره دي في مصر، الصوره دي في مدينه العالمين الجديده مع الاضاءه اللي موجوده مع الابراج بقى اللي موجوده. فتتخيل ان انت تتصور صوره، انا عايز اقول لك كل الناس اللي بتيجي هنا يوسف بتتصور صور جميله جدا لان بصراحه المكان بيتيح ده، المكان مع الابراج مع طبعا الانوار يعني الاضاءه اللي موجوده. فده بيخلي كل واحد ان هو مش عايز يمشي من هنا غير لما يتصور وينزل الصوره ويقول للناس تعالوا مدينه العالمين الجديده، تعالوا يا جماعه شوفوا المناظر الحلوه هنا، تعالوا شوفوا الاشكال الحلوه هنا، تعالوا شوفوا الشواطئ الجميله. انا عايز اقول لك البحر هنا في مدينه العالمين كل اللي بيجي، ومش انا بس يعني كل اللي بيجي بيتكلم على فكره البحر، لون البحر، جمال البحر، وكمان حاله الطقس الجميله هنا في مدينه العالمين الجديده. فبالتالي الناس مبسوطه جدا، واتوقع ان فعلا احنا المهرجان متوقع ان هو يستقبل مليون زائر. فاحنا النهارده شايفين عدد كبير جدا من اللي موجودين سواء اللي جم شجعوا في المدرجات الجيل الذهبي او حتى دلوقتي. انا عايز اقول لك لسه كمان الناس بتدخل اهو من على البوابات، بتدخل علشان تحضر طبعا حفله ديسكو مصر، لان بمجرد اصلا ما الناس بتشوف في كمان يعني تسهيلات في مساله الدخول، فكل الناس بتدخل دلوقتي وبتتفرج على حفله ديسكو مصر. فالحقيقه اجواء رائعه هنا، تقعد هنا كده تبقى مبسوط الحقيقه، ما تبقاش عايز تمشي. يعني اي حد هنا جاي هو جاي يقضي كده سهره النهارده وجاي يقضي ليله جميله بتقدمها الدوله طبعا لكل زوار مدينه العالمين. واحنا كمان لاحظنا في ناس من جنسيات عربيه موجوده، كل الناس حقيقه يوسف، كل الفئات يا يوسف موجوده هنا، حتى العمال اللي بيشتغلوا في مدينه العالمين بيقدروا ان هم يجوا ويدخلوا. والحقيقه فخورين جدا باللي هو بيتم هنا في مدينه العالمين. انا بكلمك على اطفال، بكلمك على كل الفئات العمريه وكل الفئات الاجتماعيه. يعني صحيح. هنا مدينه العالمين ومهرجان العالمين الجديده بيفتح ابوابه لكل الفئات والعمرية والاجتماعية. أي حد عايز إن هو يجي مهرجان العالمين الجديدة بسهولة جدا هيدخل على موقع تذكرتي. وفي كمان يا يوسف عايز أقولك بعض الفعاليات يا إما بأسعار رمزية جدا أو يعني ممكن نقول لا تذكر يعني، بس هو الفكرة إنه لازم يدخل يسجل على موقع تذكرتي. وكمان لو جه هنا طبعا هيقدر من خلال المنظمين إن هم يسمحوا له إن هو يدخل ويستمتع بكل طبعا الفعاليات اللي موجودة. ويمكن زي ما أنت بتقول يا يوسف دلوقتي المزيج ما بين الموسيقى الأوروبية والشرقية والمصرية شغال دلوقتي مع فرقة ديسكو مصر، والحقيقة في تفاعل كبير جدا. الفرحة أنا مهما اتكلمت يا يوسف ومهما وصفت مش هقدر أوصف لك فرحة الناس هنا بجد بمدينة العالمين الجديدة، وطبعا بكل اللي بيحصل هنا من مدينة العالمين. هتحسها كمان في وشوش الناس وهي داخلة، الابتسامة، الأطفال كمان يعني فرحة، كفاية فرحة الأطفال. الأطفال بيجوا بتلاقيهم كده من تلقاء نفسهم هم مبسوطين، بيتفاعلوا مع الموسيقى، بيتفاعلوا مع الأغاني. صحيح. مع الجو الجميل كمان، الجو هنا مساعد جدا الناس ان هي تيجي وتستمتع بكل الفعاليات الترفيهية. كمان هيستمتعوا اكتر خلال الفترة الجاية بالفعاليات اللي هتتم على الممشى السياحي، هنشوف بقى فرق فنون شعبية وتراثية وحاجات كده حلوة من التراث المصري الأصيل التابع لوزارة الثقافة. فهنا عايز اقول لك يعني بصراحة لا يمكن نوصف الجمال والروعة اللي موجودة في مدينة العالمين. فمرة تانية بنشكر القيادة السياسية ان هي جعلت مدينة العالمين، كل العالم دلوقتي بيبص لمدينة العالمين على فكرة يا يوسف، واتوقع ان على الصيف الجاي هيكون في زوار اكتر من كل دول العالم بعد مهرجان العالمين الجديدة. والدورة او النسخة التانية لمهرجان العالمين الجديدة هتبقى اقوى كمان واكبر، لان خلاص الناس هتبتدي تشوف المهرجان بيعمل ايه في مدينة العالمين وبيقدم ايه في مدينة العالمين. فبالتالي هتكون يعني انطلاقة قوية جدا، ولسه احنا قدامنا بنتكلم على 45 يوم من الفعاليات. فلا الناس هتبتدي
تيجي، واحنا كمان بنوجه دعوة ان الناس تيجي مدينة العالمين وتستمتع بموسم صيفي جميل جدا في مدينة العالمين. وزي ما انت شايف من خلف يعني انا, أنا سمع دليدا صح كده؟ اللي موجودة طبعا بتتابع دليدا دليدا شغالة. نعم. في الباك جراوند صح دليدا؟ لا هي اغاني يعني، في بعض الاغاني اللي بتقوم بيها يعني فرقه ديسكو مصر بتشغيلها. أيوة. بنسمع دلوقتي لبعض الاغاني لمحمد حمائي وكل الاغاني اللي موجوده. ماشي حمائي ما وحلو جميل، انا احب حمائي جدا. استنوا كده يعني بيتفاعلوا لان هم بيقدموا كل الانواع المختلفه يعني. من شويه كان في عدد من انواع الموسيقى والمزيكا، ودلوقتي المزيك طبعا مع بعض الفنانين والاغاني، وبيبتدي بقى يقدم كل المزيج المختلف من الاغاني والموسيقى المختلفه للزائرين هنا في مدينة العالمين الجديدة. فأعتقد أن هنا طبعاً الحفلة أو السهرة هتبقى مكملة لسه شوية، لأنه واضح أن العدد بيزيد مش بيقل يعني. وأنا بتكلم دلوقتي في لسه هو ناس جاية وبتحضر كل الحفلات. الحياة فايتك كتير يا يوسف بصراحة، بس يعني شك فيه يعني أنا أحاول أخاطب الإدارة وأناشدها محمود بأنه يعني نطلع من هناك كل يوم بصراحة. مدة ال 45 يوم دول ما يفوتوش عليه أي حاجة هتحصل هنغطيها. أنا عايز أشكرك الأول يا محمود، ده نمرة واحد، محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أشكرك وأقول لك يا بختك والله العظيم. بصوا يا جماعة، أنتوا خدتوا بالكم الصورة اللي ورا محمود؟ الناس، كل الناس، كل قطاعات المصريين موجودين، وبعدين الناس قاعدة كلها متفاعلة مع الموسيقى، متفاعلة مع المكان، ومتفاعلة مع الفايبس. عندنا دلوقتي عالمين فايبس، عالمين بيتس، هو فعلا العالم عالمين، ده مش هزار. ودي كانت أول حدوتة أنا كنت عاوز أحكيها لما كنا واقفين هنا. إحنا جماعة من 5 سنين تقريبا، من 5 سنين، سنة 18 بدأ الحلم يطلع على الأرض، يعني قاعدين بنخطط له، وبعدين الحلم بدأ يطلع. انت عارف كده، في حاجة عندنا في الشغل اسمها تايم لابس، عارف انت لما بتشوف الحاجة بتجري بسرعة جدا. شكرت محمود طبعا، أولا محمود جميل زميلي وصديقي العزيز مراسلنا ومراسل التلفزيون المصري من العالمين. يا بختك يا حودة، اللهم لا حسد ما شاء الله، وقل أعوذ برب الفلق والله أكبر.